Projects. في كندا وفي الرباط وفي هذا اقسم لكم يمينا انا باغي نجي
خليني جودات الدكاتره ودي فارماسي وحدي خدامي بما تجلبه وكاع في العلوم مازالوا معترفين بفضل الاستاذ فتحي راهي باغيني جو كانت ما هي ظروف كورونا وهذوك وقالوا لي النهار اللي غادي يكون الحد دابا توصلت من تلميذه كانت عنده اطار في البلديه قالت الاستاذ بيت مكرم اليوم انا اسمحوا لي الاساتذه الثاني هذا الاستاذ فتحي راه يعني لي كل شيء يعني لي كل شيء راه ابلي وملجئي في مشاكلي الشخصيه ومشاكلي العمليه وفي تعلمي فاي حاجه احتجتها عندي ظهر ونصيحتي وصبرنا على الحياه صب الله لا عقبنا ما هو الخير لا عقبتونا كاملين ما هو الخير والاحسان والله يجازيكم ان شاء الله واسمح لنا وحدك معزين الشغف اللي كنا نعدلو ولو كيما ديال المساعده من حيث التجربه ديالهم اللي جاتها بخرج على التجربه بالنصيحه المساعده الماديه والمعنويه في المحنه ديالي ما يمرش وسمعت لي السي حسن كيسولش عليا الصراحه ما نقدرش نزيد على هذا الشيء واللي كنتمنى للجميع هو الجسر المتقاعدين طول العمر هو الصحه يا رب والصلاح الذريه بالنسبه للمنتقدين التوفيق في مسيرتهم بمقرات عملهم الجديده وما ينسوناش بالدعاء بالشكر الجزيل للجنة المنظمة لهذا الحفل لأن كان لي شرف الحضور فيه شرف الحضور مع هذه الكل من الأساتذة والأستاذات الأفاضل الذين جمعتني بهم يعني أيام وعمل فأنا كنت يعني التحقت بثانوية تحكيمية الحسن الثاني منذ 2004 وعملت بها 10 سنوات قبل ما ننتقل لمؤسسة أخرى وكان عندي الشرف أنني الحمد لله نشتغل مع هذه الأفاضل والفضليات اللي تركوا واحد البصمة كبيرة في حياتنا المهنية والشخصية خصوصا حينما يعني يمتزج العمل المهني مع الجانب الإنساني وهذا الشيء كبير. أنا شخصيا صراحة الكلمات للأخت الكريمة التي سبقتني هي الأستاذة لطيفة يعني أبكتني كثيرا وجعلت لساني يعجز عن التعبير عن صراحة المشاعر التي تخالج خاطرتي. اللي بغيت نقول فقط هو هاد الأساتذة الكرام الأستاذات الذين تقاعدوا والذين سينتقلون إلى مدن أخرى أتمنى لهم يعني مقاما طيبا وكنقول نصيحة لي أنا أولا ما الذي جعل هؤلاء يكرمون بهذه الطريقة وتقال في حقهم هذه الكلمات أكيد ليس فقط العمل المهني ولكن دماثة الأخلاق الأستاذة سعاد صديقة وأخت وزميلة عزيزة شاركتني كل الهموم والأحزان التي عشتها سواء خاصة بي أو خاصة بابني وكذلك الأستاذ فتحي يعني ترك بصمات في دراستي تدريسي ابني وبناتي جعل الله ذلك في ميزان حسناتي جاري العزيز عز الدين عمار لأنه هو جاري في السكن وفي نفس الوقت زميلي في العمل فهو الله يجزيه بخير يعني طريقة ديال التعامل أنه خليك الإنسان تيكون مقلق ولا شي حاجة يعني ديك الكلمات طيبة كتخلي واحد الآثار والإخوة والأخوات الأساتذة الأستاذات اللي غينتقلوا سواء اللي كنت كنعرفهم اللي ما عرفتهمش على الجداد حتى هما أكيد أن هذا التكريم ديالهم ما جاش عبثا الذي أوصي به نفسي هو فعلا العمل يذهب والرحيل يكون إما رحيلا في الدنيا أو رحيلا في الآخرة ولكن من الفائز في من رحل؟ الفائز هو من ترك بصمة خير وترك أثرا طيبا فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يتركون أثرا طيبا في الدنيا والآخرة شكرا جزيلا يعني أنا بدوري جد متأثر بهذه اللحظة لأني يعني عشت واحد الوقت ليس بالقليل مع السي بدر زميل المادة ومع الأستاذة المدراكي ومع زميلي عمارة عز الدين ومع السي فتيحي ومع الأستاذة قرطبي
لأن فيها أساتذة أجلاء سمعتهم كتسبقهم كل مكان، وأنا رغم أنني في هذه السنتين انتقلت يعني الثانوي الحسن الثاني إلا أن القلب لا زال معكم، يعني جميع اللحظات اللي تشاطرناها جميعا، يعني أنا على اتصال دائم مع الإخوة، يعني الإخوة الأساتذة الحسن الثاني. من هذا المنبر أشكر السيد اليزيد الكتيف قائد المؤسسة، وأشكر السيد البشير التوبالي يعني ابن المؤسسة، وأشكر جميع الإخوة والأخوات، وأشكر السيد القبلي واللجنة المنظمة، وكنتمنى المحبة تدوم إن شاء الله بحول الله، وهذا الأواصر تتوطد رغم يعني المشاكل الطفيفة التي نواجهها كأسرة تربية تكوين كل يوم، ورغم يعني العراقيل اللي كنواجهها داخل المؤسسة، ولكن هذا الحب إن شاء الله اللي كيجمعنا، وما الشهادة اللي سمعناها يعني من قبل من طرف الأستاذ والأساتذة إلا دليل على أن ما يجمع أساتذة الحسن الثاني وطورها التربوي وإداريها أكبر بكثير مما يفرقهم. وكنتمنى أن الله تبارك وتعالى يطول عمر جميع الأساتذة اللي سبقونا العمل. أنا أتذكر الإخوة اللي معايا هون معايا الحفاوي معايا السي إبراهيمي والسي بكناج ومع الأستاذة الرياضيات أستاذة بحلو ومع السي بي بي ومع أساتذة أوتو إداري والسي إبراهيمي هو معنا إداري، جميع الأساتذة كل واحد باسمه. وكنتمنى لكم إن شاء الله بحول الله دوام الصحة والعافية، وماني ناسي أي حد من حارس الباب ومن الأوتو الإداري والمقتصد وجميع الإخوة والأساتذة، الله يدوم عليكم هذه المحبة والله يطول في عمركم، ورانا مسامحين وكنقول أنا على أنه هو الحب والتفاهم هو اللي كيدوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرسلين، أولا بادئ ببدء أشكر الإخوان اللي سهروا على هذه المناسبة هذه، وكان أشكر في البداية السيد المدير الإقليمي والسيد سيد طبالي بشير والسيد اليزيد الكتيف مدير مؤسسة الثانوية التحيلية الحسن الثاني وجميع الأطر العاملين بهذه المؤسسة، كأشكرهم جميعا، وأنا بنفسي كنت سبق لي أخدمت معهم ونعمة دوز معهم 5 سنوات الحمد لله، داز واحد 5 سنين من أحسن السنوات اللي دوزتها في المجال ديال التعليم وخصوصا في الإدارة التربوية. وكنشكر جميع الإخوان والأخوات اللي مشاركين معنا في هذا الحفل، وكنتمنى الإخوان اللي يكملوا المسيرة التربوية ديالهم يكملوها بصحة وعافية ويمشيو في المسار ديالهم اللي كيتمنوا يكملوه، كما أتمنى الإخوان اللي مازال تبعهم المسار التربوي الدراسي يكملوه بسلام وبإطمئنان إن شاء الله الرحمن الرحيم. وهذا ما عندي منكم، السلام عليكم. من أساتذة المؤسسة ومن رئيس المؤسسة ومن السيد رئيس جمعية أولياء التلاميذ، هذا التلاميذ هو فعلا المحتفى بهم، لهم بصمة في المؤسسة في قلوبنا جميعا وفي قلوب تلاميذ المؤسسة وفي قلوب جميع المتفقين، بدءا بالسيد عز الدين عمارة الذي دار صيته خارج الجهة، يعني من طريف وقعت لي انا شخصيا، انني كنت بالسيارة اللي عندنا دخلت للبوز درت واحد البراج، كانت فيه واحد السيد تما بدا كيزيد معايا في الهضرة، قال لي تبع معايا تلقى المقصد باش خدام، قال لي كتعرف منين كتعي، بقى كيهضر لي عليه نتا كاع حوايج خويا. ومرورا بباقي الأطر وانتهاء
من طبيعة الحال الأستاذة عاطر اللي صدرنا هذه السنة في المؤسسة، وصراحة أبهرتنا بأدائها التربوي والتعليمي في المؤسسة. يعني ستتركون جميعا مكانا يعني يصعب أن يملأ بأدائكم بأدائكم وبتفانيكم وبإخلاصكم في العمل في المهام الشاقة اللي هي يعني تقلدتم بها جميعا. ولكن دون أن ننسى كذلك نقول أن المؤسسة في هذه السنة فقدت ثلة من قطورها، بل أن الذين يعني اختاروا يعني مهام أخرى أخص بالذكر نعم أستاذ سيلوم لمشاهدة التفتيش، ونرجو لهم يعني التوفيق في مهامهم الجديدة إن شاء الله الرحمن الرحيم. ثم أستاذة التي خطبت المنية من المؤسسة أستاذة فاطمة الحش رحمة الله عليها، ثم محاولون على التقاعد الذين نرجو لهم حياة طيبة وصحة وطول عمر إن شاء الله الرحمن الرحيم، ثم الأساتذة الذين انتقلوا من المؤسسة إلى مؤسسة أخرى نرجو لهم التوفيق والاندماج في المؤسسات المستقبلية لهم إن شاء الله الرحمن الرحيم. والسلام عليكم.